السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أمر بريفو. أنا عندي خط زي دوت وعايز أقسمه لنصين، أجي هنا موديفاي وهلاقي عندي أمرين لموضوع البريك. الأمر الأولاني بريك بيقطعها بيسيب فراغ بينهم، يعني بقول له دي أول نقطة وبيقول لي النقطة التانية فين، بقول له النقطة التانية اهيت، فبيسيب فراغ بينهم، تبقى دي خط وده خط تاني خالص. الأمر الآخر موديفاي، بقول له بريك، فبيروح قاطع لي في نقطة واحدة، النقطة اللي أنا بحددها هي دي اللي بتتعمل، ما بيسيبش فراغ بين الاتنين، تمام بالشكل ده. طيب لو عايز اضم الخطين على بعض، باجي هنا واقول له انا عايز جوين، واروح محدد الخط الاولاني ومحدد الخط التاني، يروح مخليهم الاتنين خط واحد.